تتسم العلاقات بين مصر وجيبوتي بالتميز على كافة المستويات الرسمية والشعبية. كما شهدت علاقات مصر وجيبوتي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورا يعكس تعزيز التنسيق والتشاور الدائم بين البلدين. علاقات متميزة بين مصر وجيبوتي على كل المستويات الرسمية والشعبية في ظل التنسيق والتشاور الدائم على مستوى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي. العلاقات السياسية بين مصر وجيبوتي شهدت تطورا في عهد الرئيس السيسي، لا سيما خلال ترأس مصر للاتحاد الأفريقي في عام 2019. لقاءات قمة جمعت بين الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتي تشير إلى الزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث انعكست اللقاءات الرسمية بشكل سريع في دفع العديد من المشروعات المشتركة. الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة أشاد خلال لقائه بمسؤولين مصريين بالخطوات المتسارعة على صعيد إرساء شراكة استراتيجية بين مصر وجيبوتي، وهو ما تجلى بالأخص في الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس السيسي إلى جيبوتي في شهر مايو الماضي، والتي تعد الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى جيبوتي. وخلال تلك الزيارة عقد الرئيس السيسي مباحثات موسعة مع الرئيس الجيبوتي، وشهدت المباحثات تبادل الرؤى بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، خاصة في منطقتي شرق أفريقيا والقرن الأفريقي. اللقاءات الثنائية بين مسؤول الدولتين شهدت كذلك التباحث بشأن عدد من موضوعات التعاون الثنائي، وذلك في ظل التعاون الثنائي والإقليمي الممتد بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة وصون الأمن والاستقرار، خاصة في منطقتي القرن الأفريقي والبحر الأحمر. هذا وتقدم مصر الدعم الفني والدورات العسكرية داخل منشآتها ومعاهدها العسكرية للكوادر العسكرية الجيبوتية في التخصصات المختلفة، كما أن هناك تعاونا بين مصر وجيبوتي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال تنشيط الآليات القائمة لتعزيز علاقات التعاون العسكري والأمني، وكذلك حماية البحر الأحمر من التهديد الإرهابي وعمليات القرصنة الدولية.